لو معاك 1200 جنيه تعال اقول لك ازاي تأجر بيهم شقه في الاسكان. مين لسه ما يعرفش ان الاسكان هتعمل شقق بالايجار؟ ومش بس كده، لو مرتبك مش هيكفي قيمه الايجار الصندوق هيكمل لك المبلغ. صندوق الاسكان الاجتماعي هيطرح حوالي 1000 شقه سكنيه للايجار في 3 مناطق، المنوفيه والشرقيه وبني سويف، وكمان الجيزه من ضمن الخطه خلال سنه 2024. طب ايه هي التفاصيل والشروط علشان اقدر اخد شقه للايجار في الاسكان؟ اول حاجه مده الايجار 7 سنين وكمان قابله للتجديد حسب رغبه العميل، يعني بعد ما المده تخلص لو حبيت تجدد العقد براحتك جدا. بالنسبه للايجار الشهري عندنا حاجتين، لو الشقه بتاعتك 90 متر فانت قيمه الايجار بتاعتك 1500 جنيه، ولو الشقه 75 متر قيمه الايجار بتاعك 1200 جنيه، وده شامل مصروفات الاداره والتحصيل والصيانه. طب والله يا بلاش، قيمه الايجار بتزيد بنسبه 7% سنويا. ركز معايا بقى في النقطه اللي جايه دي، انت هتسدد 25% بس من الدخل بتاعك كقيمه للايجار، والصندوق هيكمل الباقي كنوع من انواع الدعم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو مرتبك 4000 جنيه فانت 25% من مرتبك هو 1000 جنيه، مين هيدفع 500 جنيه الفرق؟ الصندوق هيكمل لك المبلغ. المقدم هيكون 3 شهور بس من القيمة الإيجارية للوحدة، وبتستردهم تاني لما مدة الإيجار بتاعتك بتخلص. ايه بقى الشروط علشان اقدر استفيد من الشقة دي؟ اول حاجة يكون الحد الادنى للدخل 2500 جنيه والاقصى 6000، وبالنسبة للأسرة 8000 جنيه. تاني حاجة انك هتكون تستخدم الشقة دي لغرض الإسكان مش لأي سبب تاني. الدعم النقدي مش هتحصل عليه في حالة واحدة بس، لو سبق ليك وامتلكت قبل كده شقة من الإسكان. وكمان الحد الأقصى للدعم هو 60000 جنيه لو الشقة 75 متر، و 90000 جنيه لو الوحدة 90 متر. آخر حاجة بقى، هي إيه الأوراق المطلوبة؟ أول حاجة صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد الأولاد وقسيمة الزواج وإيصال سداد مقدم الحجز وإيصال مصروفات التسجيل ومفردات مرتب الزوجة، وطبعا مستند بيثبت صافي الدخل. كده احنا عرفنا كل حاجة عن الشقة للإيجار، لو في أي معلومات تانية محتاجين تعرفوها اكتبوا لنا واحنا هنقول لكم.